بغلس عليك. ايوه انت بتغلس عليا والله. ابني جيب السلامة اهو يا سيدي. الحمد لله على السلامة يا حبايبي. الله يسلمك يا انكل. ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامة. اهلا يا حبيبتي، نورتي الدنيا، ربنا يخليكي ليا يا رب. حبيبتي تعالي قولي لي بقى، الولد ده عامل معاكي ايه؟ والله يا انكل هو الولد ده يعني لغايه دلوقتي مطلع عيني بس الحقيقه، يعني لسه بقول له في العربيه. المهم رحلتكم اخبارها ايه؟ الحمد لله اتبسطنا قوي. جميل. هو انا مش المفروض ان انا ابنكم وعريس وراجع من الهاني مون وبتاع؟ انا ليه بقى محسسني ان انتوا لما صدقتوا ان انتوا اتجوزوني تخلصوا مني؟ الولد ده غيار. خل خل انت يا اولاد. يا ابني حد ينفسن على مراته؟ اوعى كده بقى. انت مش هتبطل تفاهه بقى؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه يا انسان. الله يسلمك يا وائل. انزل عشان تاكله. اقعد تقعد في ايد ليه كده؟ وانا يا ابني كنت بايت معاك امبارح، ما تيجي تسلم. السلام عليكم. لولو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حسن. ايه يا بنتي الندالة دي كلها؟ اسبوعين بحالهم ولا مكالمة؟ فرق توقيت؟ فرق توقيت. فرق توقيت برضو؟ يا سكر. مالك يا لب وزن؟ لا مفيش. صدع شوية. نشوف المفاجأة. الحمد لله على السلامة. وحشتني يا سليم قوي قوي قوي. لا وحشتك ليه بعد إذنك يا معالي الوزير؟ أنت أونطجية وهو أونطجي. أنا؟ آه أنا أفهم كويس قوي إنكم ما تتصلوش بيا، إنما ما تردوش على تليفوني. ما حصلش؟ أيوة والله أنا اتصلت بك أكتر من مرة وأنت اللي ما ردتش. بالظبط كده. بالظبط كده خلاص صدقت. ميرسي قوي يا أنكل على المفاجأة الحلوة دي، يعني مش بس كل أصحابنا وكمان سليم. اسمعوا بقى، انا مش هنقضيها سلامات وحشتونا والكلام الفارغ ده. انتوا خلاص خدتوا اجازتكم، دلوقتي عمل شغل. بسيكا. انا عشان كده قررت اخلف. بجد؟ ايوه انا زهقت قوي يا نهى، زهقت بجد. قبل ما اتجوز يحيى كنت فاكره ان انا بعد ما اتجوزه هيبقى لي عيله وعزوه وبيت ومش هبقى لوحدي تاني. اديكي شايفه كل اسبوعين بسافر اسبوع وبرضه بقعد لوحدي. حلوه قوي فكره البيبي دي، وهو تربطيه جنبك لا يعرف يروح ولا يجي. اربطه؟ يعني انا اقول لك عايزه ابقى ام تقولي لي اربطه؟